وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. طبعا احنا اتكلمنا كتير عن فضل ليلة النصف من شعبان، وطبعا هي فاتت خلاص وخلصت امبارح بالليل. احنا بقى طبعا الايام الجاية ايام جميلة ومباركة ومفترجة، وداخلين على رمضان. لقيت واحدة صاحبتي زعلانة قوي ان الليلة فاتتها وبتسألني اعمل ايه، فقلت نتكلم عن اللي فاتوا ليلة النصف من شعبان ممكن يعمل ايه في الايام الباقية دي لحد شهر رمضان. وبرحب بضيفي الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. يا مرحبا سيدة، الله يبارك فيك، كل عام وحضرتك بخير وحضرتك طيب بخير يا رب. الله يبارك فيك. احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي، احنا بقينا يعني احنا النهارده نص شعبان، يعني بقينا ان شاء الله اسبوعين على بدايه شهر رمضان. في الايام الجميله اللي جايه دي المفروض نعمل ايه، واللي فاتوا ليله نص شعبان امبارح ممكن يعوضها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد الاول حلفت نظر المشاهدين لحاجه جميله قوي بتدل على كرم ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا عز وجل يحبنا ولحبه لنا يريد ان يرحمنا وان يتوب علينا وان يغفر لنا. عشان كده ما جعلش ليله النصف من شعبان فقط يبقى فيها المغفره وخلاص وخلصت، لا، حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، زي ما فضيلة الشيخ أحمد المالكي قال إنه ما فيش يوم محدد، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يبقى من 1 لـ30 والشهر كله بترفع فيه الأعمال. يبقى أنا لو عداني أو فاتني ليلة النصف من شعبان، هو أنا ممكن أعوضها النهاردة يوم 15 و16 ولحد يوم 30؟ آه تقدر. إيه اللفتة اللي أنا عاوز أقولها؟ إحنا عندنا الأعمال بترفع 4 مرات، نركز في الكلام ده، في رفع يومي في صلاة العصر وصلاة الفجر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في شفتات عند الملائكة كده، واحد ينزل وجماعة مجموعة تنزل وتستلم وهكذا، ده رفع يومي. رفع أسبوعي الاثنين والخميس. في رفع سنوي، يعني السنة كلها بتتجمع وتطلع فين؟ في شهر شعبان، تمام. في رفع النوع الرابع، رفع نهائي بعد وفاة الإنسان، خلاص بيترفع عمل ربنا سبحانه وتعالى، خلاص ما عادش موجود على الأرض. إيه اللفتة هنا؟ إحنا عندنا العمل بيرفع يوميا، تمام كده؟ يبقى اترفع واتكتب واتكتب وترفع لربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده يترفع لربنا سبحانه وتعالى تاني اثنين وخميس، يبقى ده المرة ليه؟ المرة التانية هيترفع، المرة التالتة بتاعت شعبان، المرة الرابعة عندما يفارق الإنسان الموت. يبقى العمل اترفع 3 مرات، عاوز أقول إيه؟ يعني العمل اتكتب عند ربنا كم مرة؟ 4 مرات. يعني هياخد ثواب الـ4 مرات، وما ذلك على الله بعزيز. ليه لأ؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول ليجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده ربنا يا أستاذ دعاء ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى ودود، ربنا سبحانه وتعالى جواد، ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفور، يعني كل ده مش كتير خالص ان الانسان ما يستكترش ده. ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل الحسنه بعشر امثالها الى اضعاف مضاعفه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام، ودي برضو نقطه مهمه الناس كلها عارفه، ان الله سبحانه وتعالى يغفر في ليله النصف من شعبان لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. في مجموعة أحاديث أخذ منها العلماء إن في 6 لا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم في ليلة النصف من شعبان. إحنا قلنا مشرك وقلنا مشاحن كما يحفظ الناس وكما جاء في الحديث. في روايات أخرى يقوي بعضها بعضا، قالوا قاتل النفس، قاطع الرحم 4، 5 مدمن الخمر، تمام. يبقى احنا الاعمال دي كلها، او الانسان اللي يعمل الحاجات دي في ليله نصف شعبان، او يجي عليه النصف من شعبان والعقل ودي 6، اللي يجي عليه ليله نصف شعبان وفي حاجه من الـ6 دول، مشرك، مشاحن، قاتل نفس، عاقل ولديه، قاطع رحم، مدمن خمر، الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. ليه؟ لأنه هو طالما أصر على حاجة زي كده وبيعمل كبيرة، يبقى هو مش حابب أن ربنا سبحانه وتعالى يغفره. وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنت عاوز ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان جالسا مع أصحابه وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ من اللي مش عايز يخش الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني شوف اللي عايز أسميها شياكة وطريقة العرض، ما قالش ومن عصاني دخل النار،
ومن عصاني فقد أبى، يعني هو اللي مش عاوز يدخل الجنة. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن الفرصة مفتوحة، وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب في أي وقت، وأي واحد عاوز يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى لو هو ندمان بعد ما بيشوفنا دلوقتي، أو حد فكره الصبح، أو حد بعت له رسالة وشاف إن الليلة كانت ليلة عظيمة، وكتير من أصحابه أو كتير من صحباتها قالوا لها تعالي وشجعوها وما عملتش ده، وجات تاني يوم الصبح بقى ندمت، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت استوليت الليلة ديت، واستوليت إن أنا أخد ساعة قيام ولا قرآن ولا ذكري ولا دعاء، لو فاتني ده أقدر أستدركه في اللي جاي؟ طبعا تقدر تستدركه في اللي جاي بالعمل الصالح، بأن احنا نوقن بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا في كل وقت وكل حين. أهم حاجة أنت تقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ما قالش في ليلة النصف من شعبان ولا قال في شعبان، الآية عامة ومطلقة. يدعوكم يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدعونا ليغفر لنا ذنوبنا، دي حاجة. الحاجة الثانية إن لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإني لغفار، غفار ديت علماء البلاغة بيقولوا دي صيغة مبالغة على وزن فعل، كل ما جاء على وزن فعال فهو صيغة مبالغة عن حاجة كتير قوي، تمام؟ لما أقول مثلا واحد شتام يعني بيشتم الناس كتير، كل ما جاء على وزن فعال، فغفار كثير المغفرة. في لفظ تاني يقول إن الله غفور برضو على وزن فعول، وما جاء على وزن فعول فهو من صيغة، فهو صيغة مبالغة. يبقى أنا عندي غفار على وزن فعال وعندي غفور على وزن فعول، إيه الفرق؟ بنقراها كتير. غفار وردت في القرآن الكريم 5 مرات، غفور وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 90 مرة، لكن اللفتة إيه؟ قالوا غفار كثير المغفرة لمن كثرت ذنوبه، يعني هو بيعمل الذنب الواحد بس بيعمله كتير، بيكذب كتير، هو مشهور عنه الكذب، يعني هو حاجة واحدة بس بيه يكثر منها. طيب غفور كثير المغفرة لمن تنوعت ذنوبه، شوية يكذب، شوية يشتم، شوية يغتاب، شوية ينوم، شوية يضيع الصلاة، شوية يكسل، شوية يعق أبوه، شوية يعق أمه. فهنا الفكرة بأن ربنا سبحانه وتعالى غفار، أي كثير المغفرة لمن كثرت ذنوبه، غفور كثير المغفرة لمن تعددت وتنوعت ذنوبه. عاوز يقول لنا إيه ربنا؟ إن أنا هغفر لك، أغفر لك، بس أنت أهم حاجة تيجي يا ابن آدم، امشي إلي وهرول إليك، يعني أنت بس حاول بس تاخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي ربنا إيه يفتح لك الباب ويقبلك. الشاب اللي كان جاء في الأثر أنه كان من بني إسرائيل وعبد ربنا سبحانه وتعالى 20 سنة، وبعد ما عبد 20 سنة عصى زيهم، عصى الله سبحانه وتعالى 20 سنة، وبعد كده بيقول لربنا سبحانه وتعالى بعد ما شاف نفسه في المرايه كده ولقى شعره شاب، فيقول له يا رب يعني بعد أن عصيتك 20 أتقبلني؟ يعني بعد ما أنا عصيتك 20 سنة عمال بعصي وذنوب ويوي، لو أنا رجعت لك تقبلني؟ فسمع مناديا يقول أحببتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وتركتنا فتركناك، وإن عدت إلينا قبلناك. يبقى أنت لو قلت يا رب الله سبحانه وتعالى يفتح لك الباب، لو تبت إلى الله سبحانه وتعالى الله يتوب عليه، بل إيه كمان ده ربنا ممكن يجعل السيئات اللي عملتها في السنتين ولا الثلاثة ولا ال10 سنين اللي فاتوا، لو تبت توبة نصوح الله يبدل السيئات حسنات. وربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حديث جميل، وكلنا عارفين في حاجة اسمها سيد الاستغفار، لكن ممكن ناس كتير ما تعرفش ثواب الدعاء ده إيه. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده دعاء اسمه سيء، يعني أفضل حاجة في الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الدعاء من قال هذا من النهار موقنا به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قال هذا من الليل موقنا به فمات قبل أن يصبح
فهو من أهل الجنة. اللي هو أنت بترجع لربنا سبحانه وتعالى بتقول له يا رب اغفر لي، أنا معترف، أنا مقر، أنا ندمان على اللي حصل، أنا ندمان أنا ضيعت ليلة النصف من شعبان، بس يا رب لو رجعت لك دلوقتي تقبلني ولا لأ؟ الله سبحانه وتعالى يقبلك ويتوب علي. شوف ربنا يقول وإن ربك لذو مغفرة، شوف شوف الجمال، لذو مغفرة للناس على، يعني أدي الظلمة مش مع، يعني مهما تظلم هتلاقي مغفرة ربنا سبحانه وتعالى فوق مهما تعمل، بس ارجع على ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل يقبلك ويتوب عليك. معلش حاجة جميلة نركز قوي 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 دلوقتي في الاستغفار، لان ده يعني من دلوقتي لحد رمضان استغفار، نتوب ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى من الاعمال الصالحة بالذات دلوقتي يا جماعة، ان ده وقت رفع الاعمال. بكر بن عبد الله المزني يقول إن أعمال بني آدم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، فما أجمل أن ترفع صحيفتك فيها استغفار، فإذا رفعت صحيفتك فيها استغفار رفعت بيضاء. جميلة، ربنا يغفر لنا جميعا ويقبلنا كده ويرحمنا. احنا طبعا وصلنا مع حضرتك لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وطبعا أيام جميلة وموسم رمضان داخل علينا. صحيح. ونشوف مع بعض أول تقرير في حلقتنا النهاردة، تقرير توزيع كراتين رمضان في محافظة إنا مع مؤسسة سقيا الماء. قوافل الخير في موسم الخير مع مؤسسة سقيا الماء هنا في فرشوط محافظة إنا، وإحنا في بصدد يعني إتمام ما يقرب من 10,000 كرتونة بفضل الله، هنوزع هنا 500 وهنوزع في الأماكن المجاورة والمحافظات، لكن إحنا عايزين بنترجت من 10,000 ل 50,000 زي ما عملنا السنة اللي فاتت وزعنا 50,000 كرتونة بفضل الله، عايزين السنة دي كمان 50,000 وزيادة، وده من أجمل الأعمال اللي إحنا هنعملها. وخلي بالك ده كمان هيتوزع عشان رمضان، والناس هتفطر في ده على ده في رمضان، فده هيكون في ميزان حسناتك، والثواب في رمضان مضاعف. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، وده عرض حلو قوي، عرض رمضاني، عرض رباني، عرض مع مؤسسة سقيا الماء. هقول لكم على تفاصيله، بس لما نخش جوه نفتح الكرتونة ونشوف الأصناف اللي فيها. لكن ما ننساش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الإسلام، سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مؤسسة سقيا الماء معوداكوا على الخير، الخير في أي مكان، الخير بأنواعه، الخير بأشكاله. لما ربنا سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات، ما قالش فاستبقوا الخير، خيرات يعني الخير بأنواعه، يعني وصلات مية تلاقي مؤسسة سقيا الماء، محطات مية تلاقي مؤسسة سقيا الماء، آبار مياه سواء تخزينية أو ارتوازية تلاقي مؤسسة سقيا الماء، سكوك نخيل تلاقي سقيا الماء، شجر زيتون هتلاقي سقيا الماء، بيوت هتلاقي سقيا الماء، قوافل زي كده هتلاقي سقيا الماء، كراتين عشان رمضان هتلاقي سقيا الماء، وكمان معاها لحوم إن شاء الله. الكرتونة هنا بتعمل حوالي 300 جنيه لأن الكرتونة فيها حوالي 13 سم زائد كيلو لحمة، في أماكن تانية مش هنوزع فيها لحمة، فهتبقى الكرتونة تمنها 200 جنيه. تعالوا بقى نشوف العرض مع بعض ونشوف الأصناف اللي في الكرتونة وإيه العرض اللي احنا عايزين نقوله والثواب لما نخش جوه. يلا بينا. هقول لكم دلوقتي الاصناف اللي احنا قلنا هنقول لكم عليها، الاصناف اللي موجوده في الكرتونه عندنا، ادي العدس وادي الشاي وادي السمنه والمكرونه ان شاء الله 4 اكياس مكرونه، وادي الفاصوليا، وادي كيسين رز، وادي كيسين سكر، وادي كيسين ملح، وادي اللوبيا والزيت، ومع دول كلهم كمان ان شاء الله في كل كرتونه هيبقى معاها كيلو لحمة. ومع الكرتونة دي كيلو لحمة. زي ما انتوا شفتوا اللحمة الطازة اللي لسه مدبوحة دلوقتي، ده عشان نطعم الناس هنا في فرشوط في محافظة قنا، واحنا داخلين على رمضان وده موسم خير،
ودي قوافل الخير اللي بتعملها مؤسسة سقيا الماء، معوداكم عليها كل سنة في رمضان. احنا السنة فاتت وزعنا ما يقرب من 50,000 كرتونة، احنا دلوقتي حد دلوقتي عملنا 10,000 كرتونة، عايزين برضو ان شاء الله نكملهم 50,000 بإذن الله علشان نجوب كل محافظات مصرنا الحبيبة. ايه العرض اللي كنت عايز اقول لكم عليه؟ صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العرض لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، الكرتونة دي مش أقل من أسبوع عشان تخلص، مش أقل من أسبوع، لأن مش معقولة كيسين سكر هيخلصوا في يوم أو اتنين، لا يعود أسبوع وأكتر من أسبوع، لأن الحاجات دي يا جماعة بتروح لناس فقيرة، ناس محتاجة، تروح لأرامل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إنك لما تطعم أرملة أو مسكينة كأنك بتجاهد في سبيل الله. إيه الربط هنا؟ قال لك المجاهد ده بيحيي الدين، وإنت لما تطعم أرملة أو مسكين فأنت أحييت نفسا، يبقى أنت بتساعد في إيه؟ في إحياء نفس. وإن تبقى الأسرة بقى إيه؟ خلاص عندها أكلها وعندها فطرها وعندها سحورها، فده موسم خير، ما تضيعش على نفسك الخير ده، وشارك في قوافل الخير مع مؤسسة سقيا الماء علشان تفوز بالعرض ده. زي ما قلنا لكم من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، تقبل الله منا. شكرا على الكراتين اللي وصلتنا النهارده، الكرتونه دي افطار صائم تفطر اسره فيها، عندي انا الاسره فيها 12 فرد وفيها 7 افراد وفي 5 افراد، اقل اسره فيها 5 افراد. والرجاء التبرع على اوسع نطاق. اشكر جمعيه سقيا الماء على التبرع لينا ان شاء الله يعني، والكراتين دي جايه للناس الغلابي، ويعني ان شاء الله اي واحد عايز يتبرع يتبرع لجمعيه سقيا الماء. مؤسسه سقيا الماء نعمل من اجل الانسان. شفنا طبعاً التقرير الجميل وربنا يتقبل منكم الخير، وطبعاً مؤسسة سقيا الماء بتعمل أنشطة كتير مختلفة، طبعاً الأصل المية صحيح، لكن تفرعت لأنشطة كتير مختلفة، وطبعاً إحنا دلوقتي في أيام جميلة بقى علشان رمضان، فعملتوا بقى الإطعام والكراتين رمضان. والله الواقع بيفرض نفسه، لأن فعلاً الناس محتاجة، بالذات في مناطق الصعيد الناس يعني بصراحة، حتى إحنا موضوع اللحمة خلانا في الصعيد، لأن إحنا الكرتونة العادية ب 200 جنيه فيها الأصناف اللي هي موجودة في الكرتونة دي حوالي 13 صنف، واللحمة زادت على الكرتونة يعني 300 جنيه. كرتونة جميلة شفنا كده تفاصيلها سوا. لا واللحمة كان احنا العجل دبحينه قبل ما نصور يعني، قطعنا وكده يعني ما شاء الله، ودي حاجة برضو من الحاجات الجميلة، حاجة بقى مجمدة ولا حاجة بقى لها كام يوم، لا في الحال وجات الناس كل واحدة أو كل واحد خد الكرتونة بتاعته وفوقيها كده لحمة زي ما احنا شفنا كده، ودي حوالي 500 كرتونة، لأن احنا برضو بنفرشوط في مكان نجع حمادي مثلا 500 وهكذا. يعني احنا السنة فاتت لما 50,000 كرتونة تم توزيعهم على 27 محافظة بفضل الله. وزي ما شفنا كده الراجل اللي اتكلم بعد على طول ده مدير الجمعية، يعني هو بيبقى فيه تنسيق ما بين المؤسسة وما بين جمعية يعني على دراية بأحوال طبعا الناس، تمام، عشان دراسة الحياة والحالات المحتاجة فعلا، كل واحد بيجي بصورة البطاقة بتاعته وكده وبيكتب اسمه عشان محدش يعني ايه برضه يبقى فيه شفافيه، وكل واحد خد مره خلاص عشان ندي فرصه لاكبر عدد من ايه من الناس. الكرتونه زي ما قلنا فيها 13 صنف زائد كيلو اللحمه. احنا بقى طبعا رمضان وافطار صائم، وبعض الناس ممكن يسال هو انا ينفع احط زكاه مالي في افطار صائم؟ طبعا، او في شنطه ينفع الشنط، لان الشنط ديت رايحه للفقراء والمساكين، واحنا عندنا من ضمن مصارف الزكاه 8 انما الصدقات للفقراء والمساكين. تمام، يبقى الشنط لو احنا عارفين ان هي رايحه للفقراء والمساكين زي ما احنا شايفين الناس كده، يبقى يجوز اخراج زكاه المال لمثل هؤلاء او هذه الاصناف.
الفكرة في إفطار الصائم، أنا العرض اللي أنا قلته، الواحد لما يقعد يفكر كده إزاي يكسب ثواب، يكسب ثواب، لأن إحنا التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال يرجون تجارة لن تبور، التجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة كاسبة رابحة غير كاسدة وغير خاسرة أبدا. يعني ممكن الواحد يعمل مشروع، يعمل حاجة، ممكن يفشل، ممكن ما يحققش التارجت اللي هو عاوزه، لكن انت مع ربنا سبحانه وتعالى كسبان كسبان. يعني دلوقتي العرض اللي انا قلت انت لو فطرت واحد او لو فطرت واحد هتاخده يوم على يومك. بمعنى انا مثلا عملت شنطه زي دي، الشنطه او الكرتونه دي يا استاذ دعاء تتوقعي تكفي الاسره قد ايه؟ كام يوم؟ 5 أيام أسبوع. 5 أيام، خليها 5 أيام بلاش أسبوع. عم حسين اللي هو مدير الجمعية بيقول إن عدد أقل عدد الأسرة متوسط حوالي 5. تمام. الكرتونة دي لو هتكفي 5 في 5 أيام، تمام، يبقى أنا لو دفعت 200 جنيه في كرتونة وهم فطروا عليها مرة لوبيا مرة فاصوليا مرة عدس مرة عملوا لحمة ولا حاجة هتكفي 5 أيام. أنا لما هم يوم 2 3 وهم هيفطروا على الكرتونة دي أنا هاخد على الصيام اليوم بتاعي فطار كم واحد؟ 5. 5 في كم يوم؟ في 5. يبقى 25 يوم كرتونة يديني 25 يوم إفطار صائم. إفطار صائم ما شاء الله. وده كلام النبي، من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يبقى أنا إضافة على اليوم بتاعي أنا خدت 25 يوم 25 ثواب إفطار صائم. هي دية اللعبة وهو ده الذكاء والتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل يا رب. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومكملين معاكم في فقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. وطبعا احنا في أيام جميلة ومباركة ومفترجة وداخلين على شهر رمضان، وحتى الناس اللي مش بيهتموا للأسف بالخير طول السنة أو بالصدقات بيهتموا وبيركزوا طبعا في شهر رمضان، ودي حاجة جميلة يعني صحيح. فرصة أنه الواحد ما بيضيعش أي ثواب في شهر رمضان، وأهمها طبعا الزكاة والصدقة والإطعام والحاجات الجميلة دي. فعايزين كده سريعا قبل ما نشوف آخر تقرير في حلقتنا النهاردة أنه حضرتك تكلمنا عن أنشطة مؤسسة سقيا الماء، عشان أي حد من المشاهدين حابب أنه هو يشارك معانا في الأنشطة المميزة والكتير والجميلة دي. والله الحمد لله، يعني اللي مش متابعنا او مش بيشوف الانشطه بتاعت مؤسسه سقيا الماء بنقول له ان الاساس عندنا من الاسم سقيا الماء بنركز في موضوع الميه. لو في خط مكسور في مكان او في قريه او في كفر او في نجع او في عزبه او حتى في مدينه، والناس يعني احنا كنا رحنا مره في قنا وفي خط بقاله حوالي 50 سنة وكله بيقول كل ما نعمله يتكسر، ف الحمد لله تم إصلاح الخط ده، لأن الخط يعني إذا كانت الوصلات موجودة فالخط الرئيسي اللي في الشارع الرئيسي فيه مشكلة فتم إصلاح الخط ده. مثلا الخط قائم وعايزين نعمل وصلات، الناس في ناس ما عندهاش استطاعة أنها تدفع 3-4 آلاف جنيه علشان وصلة مية وعلشان عداد، وإحنا بفضل الله على دخول رمضان كده هيبقى في خلال الشهرين دول هيبقى عملنا حوالي 2000 وصلة. وإحنا كنت أنا في الصعيد من كام يوم في قنا وكنا بنشطر حوالي 500 وصلة بفضل الله، وعلى رمضان بإذن الله يبقوا 2000 وصلة، والناس فعلا محتاجة أن حد يقف جنبها. يبقى إحنا عندنا وصلات مية، عندنا خطوط مية، عندنا آبار، آبار التخزينية زي مطروح وسيوة، عندنا الآبار الارتوازية اللي هي الحفر تحت الأرض عمق مثلا 90 متر أو 100 متر على حسب يعني جودة المية. ده بالنسبة للمية. عندنا النخيل، سكوك النخيل ده مشروع هائل، عندنا مشروع الزيتون ده برضو مشروع يعني أروع وأروع. وعشان الموسم اللي احنا فيه ده موضوع بقى رمضان وإفطار صائم والكراتين والشنط، والناس فعلا فعلا محتاجة حاجة زي كده. يعني احنا مش شوية الكراتونة اللي احنا شفناها
يعني احنا يعني نفسنا ندي للاسره بدل الكرتونه 2 و3. يعني حضرتك لما سالتك قلت الكرتونه تكفي 5 ايام، طب وبقيه الشهر عندنا 25 يوم. فالفكره ان احنا بنحاول نسد خانه من الخانات. يعني اذا كانت المؤسسه مركزه في الميه ومركزه في الابار ومركزه في النخيل وفي الزيتون، الحاجات الجديده نخيل وزيتون، فبرضه موضوع الكراتين موضوع عشان دخول رمضان، فالناس محتاجه ان هي تلاقي افطار، تلاقي سحور، بحيث ان هم يعني حاجه بقى تشيل عنهم الهم في ان انا خلاص انا ضامن حتى اول اسبوع من رمضان هلاقي الفطار مرتاح. بتاعي عند المكرونه، عند الرز، عند السكر، عند الحاجه، فيتفرغ بقى للعباده. فدي فرصه لاي حد يشارك في الخير مع مؤسسه سقيا الماء. طيب طبعا مؤسسه سقيا الماء بتعمل حاجه جميله جدا اللي هي الصدقه الجاريه، زي مثلا الميه والنخل والزيتون. واحنا دلوقتي مع مشاهدينا نشوف تقرير من الوقف لله شجر الزيتون مع مؤسسه سقيا الماء. وبشكر حضرتك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا. شجر زيتون وخيره كتير، مكان ما يكون يا عم الخير. شجر مذكور في قرآني ينور نور رباني رباني. دايما متعودين مع بعض ان احنا بننزل ارض الواقع وبنصور كتير جدا وبنقول لكم التفاصيل وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطمن قلبكم. النهارده احنا كنا في مشروع اتكلمنا عليه كتير جدا من جوه الاستوديو، بس النهارده الاختلاف بقى ان احنا نزلنا الارض نفسها. غصن الخير، غصن الخير هو مشروع الزيتون اللي احنا قلنا نعمله وهنشتغل عليه الفتره اللي فاتت. ليه هنعمله؟ علشان حاجه مهمه جدا اللي هي ليطمئن قلبك. احنا نفسنا او بنشتغل دايما في المؤسسه ان احنا نطمن قلبكم، علشان كده جالنا اسئله كتير جدا. النهارده احنا بنعمل الابار بتاعتنا هي ابار تخزين الامطار. طيب فصل الصيف لما بيخش عليا والناس دي مش هيبقى فيه مطر، ازاي الصدقه بتاعتي هتبقى مستمره؟ وازاي هضمن ان انا النهارده الجنيه اللي بحطه في البير هيفضل شغال طول ال100 سنه او ال1000 سنه اللي احنا دايما بنقولها مع بعض؟ ففكرنا ان احنا نعمل من ضمن المشروعات الصغيره للاسر المستفيده بالابار مشروع غصن الخير. طيب غصن الخير ده هو عباره عن ايه؟ احنا بنزرع هنا في الارض زي ما حضراتكم شايفين عباره عن 50 شجره زيتون، هيطلعوا لنا ال 50 شجره زيتون دول 12000 جنيه سنويا للاسره المستفيده من البير بتاع حضرتك. طيب انا عشان اشتري او عشان اشترك في المشروع ده بعمل ايه؟ اول حاجه انا بدفع مثلا ال 100 متر البير، ال 100 متر بدفع 25000 جنيه ثمن البير. طيب انا عايز ازود عليه بقى ال 50 شجره اللي هيكون امان ليا في البير بتاعي والصدقه بتاعتي تكون مستديمه، بعمل ايه؟ بدفع 3000 جنيه زياده على ال 25000، يعني الاجمالي 28000 جنيه. بضمن ان انا سنويا 12000 جنيه لكل اسره، يعني في الشهر انا بوفر 1000 جنيه. اضمن ان انا لما الصيف يخش عليا والبير ده معدل الاستهلاك بتاعه كان كبير في الفصل الشتاء، فجه الصيف عليا مفيش ميه، فيبقى الاسره دي حتى لو المؤسسه ما راحتش وسالت على البير، حتى لو حضرتك كنت مشغول ونسيت سهوا ان انت تروح في الصيف وتسال على البير بتاعك او الصدقه بتاعت حضرتك، يبقى انا ضامن ان الاسره دي معاها 1000 جنيه هتقدر من خلاله تبنى البير بتاعها. دي حاجه. حاجه تانية اتكلمنا وتسالنا كتير جدا، هل الابار دي ما بتحتاجش صيانات؟ هل انا ما احتاجش اعمل صيانه؟ لا، احنا قلنا بعد 10 سنين بعمل صيانه للبير. طيب بعد 10 سنين هل انا هكون موجود؟ هل المؤسسه هتكون لسه بتلف على الابار دي؟ هل حضرتك هتكون بتروح وبتبص على البير بتاع حضرتك الصدقه الجاريه اللي احنا عملناها؟ مش عارفين. فالمشروع ده هيضمن ان انا بعد المده دي يكون في للاسره مبلغ من خلاله هيصين البير بتاع حضرتك. يبقى انا النهارده عملت ايه؟ عملت حاجة قوية جدا اللي هي ضمنت استدامة البير والصدقة بتاعت حضرتك. علشان كده دايما بنقول مع بعض مع مؤسسة سقيا الماء، نام واطمن، الصدقة دايما في أمان وفي خير. بعين محتاج على بكرة أساس الخير، يا دوب بذرة وأرض تاخدها بالأحضان فتطرح فرحة على الجدرة. ايدك في ايدينا نغرسها، ساعدنا عشان ننفذها. مؤسسة سقيا الماء
نعمل من أجل الإنسان.